السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعدني أوقاتكم الحلوة بكل خير. رجعنا للعبة الجميلة، لعبة تومبا. الحلقة اللي طافت صدنا الخنزير اللي قبل الأخير، وخلصنا برجين من الأبراج الأسطورية، برج الحكمة وبرج القوة، وقدرنا نصير أقزام. صادقنا الفيران، صادقنا الحورية، صادقنا الكل. المهم أن نكمل اللي سويناه في البداية. خلونا نرجع زي ما كنا، نرجع بالوضع الطبيعي بالمينيتا مشروم. بما أن هذا الخنزير ما صدناه، فخلونا نصغره، نخليه قزم. السلاح ذا ما راح نقدر إلا إذا رحنا جنبه، فنصيده بالشكل ذا، وبعدها نكمل، أو خلونا نقول نحلل المكان. خلونا بعد في نفس الوقت نستخدم الدوكابن، السلاح اللي أخذناه من برج الحكمة، هذا ما خاب ظني يعني. فنكمل بالشكل ذا. خلونا نتأكد إذا في شيء فوق ما أخذناه ولا لا. نعطيها الحركة الطرزانية. لا لا، من هنا ننقز. اوكي، لان ما اخذ البطيخ ذا، فالحركة عندي سريعة مرة زي كذا. ممتاز، هذا افضل شيء. وفي الاخير يمكن اكون ما اخذ، طلعت ما اخذ الشغلات اللي فوق، تضيع الوقت على الفاضي. المهم نستخدم الدوكابن على اساس نروح فوق، وبعدها نجي هنا فناخذ البوت اوف لايف ونمشي قدام، وينفتح لنا اخر باب، الاخر خنزير من الخنازير الخمسة اللي هو خنزير الماء، ونروح له. فالمكان الوحيد حاليا اللي باقي فيه اللعنة، هذا هو المكان الوحيد اللي هو مكان الموية وعالم الموية. فنطلع الكيس على اساس نصيده ونحرر المكان الاخير، فتصير المدينة والعالم كله محرر من اللعنة. فيطلع من ورا الشلال ونفس الهياط اللي هيطون فيها هذول. الدخول الأسطوري من خنزيرة الموية الشريرة. طبعا هي فيميل. طبعا هي بنت، يعني ما هي نفس اللي باقي. ايش الوجيه المضحك اللي عندكم؟ كلام فاضي، لا تخلوني اضحك كثير، فكي شوي ويطيح. ايش دعوه، او ماني قادر اتحمل اضحك اكثر من كذا. اوكي، اذا تبغون تتحدوني بتتحدوني، لكن خلوني احذركم من شيء. المويه ممكن تألم كثير اذا اندفعت بقوه. جاهز؟ فنلعب ضد خنزيره المويه. خلونا في البدايه بما ان حنا في بيئه مائيه، خلوني بالخنزير على اساس ما تصير في اي اعاقة. ممتاز، خلونا نحاول ان نجيبها بالشكل ذا. يا سلام، هذه اول صيدة من اصل ثلاثة. فخلونا نكون في مكان عالي زي ذا اللي فوق، قلنا عالي. اوكي ممتاز، ما عليه. هذه شفيها ما تجي الا على جهتي. اوكي، بيمدي واختفت الوصخة التعبانة. طيب ممتاز، زي كذا. هذه مشكلة لبس الخنزير. لبس الخنزير النقزة فيه مرة عالية. و ممتاز، شفتوا كيف؟ والله لخبطة جالسة تصير، لاني قادر امسكها. يعني يا زين اللبس ذاك، خلوني اضربها بالدوكابن لين ما تنقز لي نقزة كويسة، زي كذا. ممتاز، خلونا نجيب النقزة الثانية الحين بالشكل ذا. اوكي طيب الحين، تغيرت شكل المرحلة. بغيت اغير اللبس، خل اغير اللبس لان اللبس هذا النقزة فيه عالية بزيادة وراح يورطني، الا اذا ما تغطت الجهة اللي انا فيها. اوكي ما تغطت صراحة. لا لا لا، خلاص بدينا فيها وخلونا نكملها. انا داري اني بجيب العيد بسبة النقزة هذه، فيبغالي. اوكي 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 اوكي، يلا يلا بسرعة. طيب شفتوا كيف جالسة تتحرك بحركة جدا سيئة، جالسة تدور. ممتاز، يلا ختامها، النهاية. الله، وصدنا الخنزيرة الاخيرة من الخمسة، وصدناها.
فممتاز جدا. في البداية ناخذ الروب، روب خنزيرة الماء، ويجي زبو ويقول نفس الكلام، صدته واخذت الروب وتقدر تستخدم الماجيك، فاستخدمه بشكل كويس. عجيب، أتباعي كلهم انصادوا. أنت جالس تبحث عن تابي صح؟ أنا متأكد أنك شايل همها، المفروض تشيل همها. راح أحذرك، أنا مختلف تماما عن الخمسة، ألعيبك ما راح تمشي علي. ادخل منطقتي إذا فيك خير. فصار عندنا مهمة غير متوقعة اللي نمسك فيها آخر خنزير فعلا، أو زعيم الخنازير. لكن حاليا حنا حررنا عالم الماء، فكذا حنا حررنا العالم كله من لعنة الخنازير الخمسة لأن صدناهم. الوضع إلى الحين، أو خلنا نقول كان بيكون مرة جيد لولا تدخل الشيء الأخير اللي صار، اللي هو الخنزير الأخير. حاليا بما أن حنا هنا، خلونا أول شيء في البداية نرجع لللبس السنجوبي العجيب هذا. خلونا ننزل هنا على أساس نقدر نروح للربع أو الجزء الثالث أو البعد الثالث. راح نرتفع بشكل عالي، ونفس الشيء هنا، مع أنه ما يحتاج أن نكون عالي، وعندنا الدوكابن العجيب. أوكي ممتاز، فكذا بناخذ بوت أوف لايف. يا سلام، ونروح للصندوق هذا. تذكرون المكان هذا صار لنا فترة طويلة، بس اوكي بغينا نجيب العيد، لكن افضل طريقة ان من فوق نتسلق. اوه في صندوق هنا، مع ان ما راح نحتاج الاشياء الموجودة فيه، بس يلا زيادة خير على قولتهم. فخلونا نتسلق هنا الحين ونعطيها قفزة الحرية من هنا، فنروح لآخر صندوق موجود هنا. فكذا احنا اخذنا جميع البوت اوف لايفز الموجودة في المنطقة هذه. خلونا نستخدم بيرون صديقنا ونروح منطقة الانابيب، اشوفكم هناك. فراح نرجع لمنطقة البايبات، طبعا ما رجعناها بعد ما تحررت من اللعنة، فخلونا نرجع في البداية وخر عن هذا المزعج. كالعادة سرعة تابو مزعجة بزيادة. فزي ما تشوفون هنا في مدخل للفيران، فنستخدم المينتا ماشروم على اساس نصير صغار وبعدها نقدر نخش. فخلونا ندخل، فراح نلقى هنا بوت اوف لايف، فناخذه على اساس تزيد الطاقة حقتنا. الحين نستخدم المينتا على اساس نرجع الوضع الطبيعي، وبعدها نستخدم البدلة السنجوبية علشان نكبر او نتحول. فخلونا نعطيها قفزة الحرية من هنا انها تكون بين البايبات وننزل. ما راح نخسر لان منطقة البايبات تعتبر زي اللي شيء يربط بين البلدان كلها. فناخذ قطعة الطين اللي هنا حق احد المهمات، وبعدها نستخدم مطرقة التعذيب او اي مطرقة على اساس نرجع لمنطقة البايبات مرة ثانية. فكذا يطويلين العمر والسلامة راح يبقى لنا كم شغلة بسيطة. اول شيء ننزل هنا، نرقى فوق وفوق، فنقدر هنا ناخذ الخشم الاخير. فالوضع ممتاز، فنروح للجهة الثانية، ننتبه من المزعج ذا. يا سلام على التشطيف. وهنا نلقى الخنزير الأخير اللي ما أخذناه، اللي هو خنزير النار، فنأخذه ونكون جمعنا الخنازير كلها. وهنا يوجد المكان الأخير لآخر برج من الأبراج الثلاثة، اللي هو برج الشجاعة عفوا. فنستخدم الكلمة السحرية،
فيظهر الباب. وبعدين وينفتح الباب. فقدرنا نخش للبرج الثالث اللي هو برج الشجاعة. طبعا الفكرة جدا مختلفة هالمرة، عندنا أبواب لازم نتخير منها. فخلونا في البداية نستخدم المشروم حق الضحك والبكاء. عندنا بابين، فخلونا نستخدم في البداية الباب الأول اللي أو العفو الباب الثاني اللي خلينا نصيح بالشكل فها، فنصيح عند الباب فيفتح لنا ونروح الطابق اللي بعده. فالحين نستخدم نفسها على اساس نضحك ونضحك على الباب علشان ينفتح، وبالتالي يروح للدور الثالث. ونفس الشيء نعيد على اساس انه جابوا قالوا لكم شيء جديد، فنصيح ونبكي عند الباب ونخش. طبعا اي باب غلط ندخله يرجعنا للباب الاول. فالحين قال لك يغيروا الفكرة، خلوا باب عادي وباب صغير. فنستخدم المنتة على اساس نصغر. طبعا انا الحين في الدور الرابع، فلو اني خشيت هذا اللي هنا او خشيت شيء غلط فراح ارجع اعيد كل شيء من البداية. فرحت للخامس. الحين استعدوا للشيء اللي جد غريب. فشوفوا تومبا يضحك وهو قزم. بالله مو شيء مرعب، ما ادري احسه يخوف شكله والله ما ادري. فنوصل للايتم حق البرج. اول شيء نستخدم المنتة، وبعدين ننقز وفي الاخير ايش تتوقعون نلقى هنا؟ الايتم الاخير في الابراج اللي هو الجليسر الزلع. فكذا صار عندنا جميع الاسلحة حقت الابراج الاسطورية. فخلونا الحين نتوجه، او خلونا اول شيء نلبس الملابس العجيبة هذه، ولا ما لها داعي ملابس. خلونا نتوجه على طول على او الى السيرك واشوفكم هناك. طبعا اخيرا رجعنا لهم بعد ما تحررت. الحماس اللي مو طبيعي كذا، ماني عارف ليش احب اشغلها او احب اروح المكان هذا هو متحرر واقعد اركض بس زي اللي قال لك يعيش الدور يعني بزيادة. فالمهم في البداية خلاص كفاية كفاية ركض، ماني عارف ليش ابي اركض، ابي اركض بس. المهم اذا تتذكرون النافورة والورود هذه، فخلونا نسقي الوردة هذه بالميرمد، سطل الميرمد. فبنكون كذا سقينا الورد كله وحررنا النافورة. شوفوا كيف تلون على طول مع انه كان كذا شفاف، مدري ابيض واسود. نتكلم معه الاخ العريان ذا، العريان مو العريان بعد. احس باحساس حلو، من زمان ما حسيت احساس زي كذا. وكل الشكر للورود السحرية، والشكر لك، شكرا. شوف حتى النافورة رجعت زي قبل. الله يقرف ابليسه، شو ايش قاعد يسوي. فهي تعتبر شيء للطاقة، بس بنفس الوقت طيرت علينا التابو ستيت. فيقول لنا ان النافورة تعالج جروحك ومن هالكلام، لكن في استخدام ثاني للنافورة. اذا تتذكرون في الترول اللي فيه شغلات كنا نجمعها، اللي هي هذه اللي يسمونها سيد اوف سترينث، هالشيء زي اللي يعطيك تلميحات يدليك وين اماكن الخنازير السحرية او الخنازير الشريرة عفوا. فما راح نحتاج ان نعرفها لانها عارفين حنا وين. فعموما خلصنا المهمة هذه، فخلونا نتوجه فوق. احب اركض والله في الستيج هذا، ملاحظين اني بطيء لانه طير من عندي التابو ستيت. فخلوني ارجعه على اساس اكون السرعة الخرافية. فخلونا نتوجه الى خوينا هذا اذا تتذكرونه، اللي طلب منا اول شيء مهمة الايس كريم وبعدها مهمة الخنازير الصغار. فخلونا في البداية نعطيه خنزير النار الصغير. فيقول اوه خنزير او من الخنازير الاشرار وعطني زيادة من هالكلام. فاعطيناه الاول، نعطيه الثاني اللي هو حق المدينة الاولى اللي هو يطير. فيقول له نفس الكلام، وابغى زيادة. فالحين وين وصلنا؟ نعطيه حق الشبح او حق الغابة.
ونفس البربرة اللي جالس يقولها. فهذا 3 من أصل 5. الحين نعطيه حق الثلج اللي هو الرابع. يبقى لنا الأخير اللي هو حق الموية. هتشافه؟ الظاهر اني عديته. هو أول واحد الظاهر من اللي خدته اللي هو هذا. فنعطيه. فالحين شكرني. الحين راح أقدر أسوي الخدعة العجيبة. فكذا جمعناهم كلهم. راح أوريك أنت في البداية لأني ماني عارف كيف راح تضبط ولا لا. فخل أروح أرجع بعيد. فراح يستفيد منهم. الله عليك الله عليك. حد يقدر أنا حدي كورتين صراحة. بس في ناس يسوونها بثلاثة، أنا أحسهم عجيبين. 5 يخرب بيت إبليسك. فعلتها من هالكلام. فهي خدعة وعرفها وراح يعطيني نقاط. شكرا جزيلا. فالحين على اساس انه بيروح بيسوي الخدعة حقتها للأودينس او للناس، فنقدر نرجع لمتى ما بغينا. خلونا نرجع لمثلا الحين راح نلقاه موجود. لا يمكن ارجع لبعد فترة بلقاه وجالس يلعب بالخنازير لانه مو عارف غير الترك هذي. طيب بما ان احنا هنا انا ودي اروح للفيل اللي تحت. خلونا نروح فوق اول شيء كالعادة. السرعة هذي ما تخليك ترقى. خلونا نروح عند الشيبان هذول نسلم عليهم قبل. في صندوق خلونا ناخذه. ما راح احتاج الفروت هذي، بس خلونا نتكلم مع الشيبة ذا. صح لسانك، خلاص غيرت رأي. ما الشياب ما منهم فايدة. تتوقعون رجع ذا ولا لا؟ احس اني جالس اضيع وقت هنا في السيرك، بس حماس ما ادري احس كذا حماس. لا 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 مو هنا، المفروض ان المكان هذا. رجع خوينا ولا لا؟ والله شكله جد ماخذ الموضوع بشكل قوي. المهم خلونا نلبس ملابس الخنزير عشان نسبح، في نفس الوقت نروح للمنتا علشان خلونا نروح للمكان المويه رساس نسوي شيء مهم ما سويناه من البداية. طبعا نرجع للعالم المائي من بعد ما تحرر من لعنة الخنازير. في طبعا لسه انا عندي مشكلة مع الغثيثين هذول، والله يا شينهم لازم اتدمج منهم هذول. فالمهم نكمل طريقنا. فراح نروح للمنطقة اللي يرقد فيها البرج السري، فنستخدم هذول الخشوم 5 اللي جمعناهم حسب النقاط حقتنا والمهمات اللي خلصناها من بداية ما لعبنا اللعبة. فنروح ونطلع البرج الذهبي. فكذا يا جماعة الخير دخلنا للبرج الذهبي السري. فنكمل او خلينا نقول نتسلق الدرجات هذه اللي ماني عارف ليش او مو عارف الى متى يعني او ايش طولها. فنروح الى النهاية او نهاية الادوار الى ما نلقى حارس البرج السري هذا. نروح له ونتكلم معه. هل في انسان خش البرج هذا؟ انت ايش هو هدفك؟ رحلتنا علشان ننقذ صديقتنا المخطوفة من الخنازير الشريرة. البشر والخنازير الشريرة ترابط غريب، لكن مو باين عليكم انكم كذابين. قصة عجيبة أتوقع. وروني مذكرات المغامرات حقتكم. فنعطيه
أوه، أفضل مما توقعت. أوه، حصلت على الشمس الذهبية والقمر الذهبي وبعد النجمة الذهبية وأيضا القليصر الزلع ومطرقة التعذيب والدكبن. أخيرا جيت، توقعت مجيئك. أنت مستعد أنك تصيد كل الخنازير الشريرة؟ طيب شكرا، رجع لنا المذكرة حقتنا. تومبا زي ما يسمونك، خذ هذه الهدية. فيعطينا القوة الذهبية، هذه مو شغلة يحصلها أي أحد. استخدم الباودر هذا ولا راح ينقص الهيلث حتى لو تدمجت. روح وصيد الخنازير الشريرة الآن. فزي ما تشوفون حصلنا للباودر أو حصلنا على الباودر الذهبي، فماني عارف هل يبين؟ أتوقع أنه جالس يبين، أنه جالس يطلع من الباودر الذهبي. فعندنا صرنا مرة أقوياء، ما راح نتدمج أبد. فخلونا حاليا نروح للمدينة اللي اشتقت لها صراحة كثير، أو اشتقت وعد فيها، الكول مايننج تاون. خلونا أشوفكم هناك. شوفوا رجعنا للمدينة الرهيبة، يا سلام. شوفوا سبحان الله، أول شيء بيصير لا شعوريا أنا ما أشوف المدينة إلا فيه الطباخ العجيب. خلوني أول شيء نأخذ قطعتين اللحم هذول في البداية، أو خلونا ننزل تحت هنا. طبعا سريع بزيادة زي ما تعرفون. خلونا نتكلم مع اللي هنا. أخيرا صرنا نقدر ننزل تحت البايبات، لكن في أي بايب ضيعت الخاتم حقي؟ فوصلت الفكرة، وأتوقع أنكم عارفين وين رايح. فخلوني في البداية أنزل إلى المنطقة العجيبة هذه. وسبحان الله، إذا تتذكرون قلت لكم أني ما راح أستخدم المشين هذه حقت الغسيل، لكني راح أستخدمها كالعادة سبت الحركة اللي ما أدري شلون. فخلوني أحط الطين أو قطعة الطين الصغيرة اللي لقيتها قبل شوي، فنغسلها بالشكل هذا علشان يطلع لنا الخاتم. خلونا بعد، بما أني أخذت قطعتين، يا الله ودي أشيل التابوستيت عشان موضوع السرعة هذا. فخلونا نشوي اللحم. وين اللحم؟ اللحم اللحم. أوكي، فراح نحط قطعة اللحم، مع أنه ما راح نحتاج طاقة ولا شيء، بس كذا خلينا نقول وداعية يعني. فنشويها well done ويطلع لنا الستيك. فنرقى الدرج، ماني عارف ليش شفته وكذا بلعت ريقي. المهم، فننزل صديقنا العزيز الطباخ للمرة الأخيرة للأسف، نعطيه قطعة الستيك. ياخذها ويسوي الحركة العجيبة اللي ماني عارف ليش أشوفها عجيبة، وهي مرة أبو كلب بس أحبها ما أدري ليش. شكرا يا طباخ، شكرا، حتى على النهاية جالس تغذينا، أشكرك جزيلا. فالحين ننزل من الدرج عشان نقابل الخروف، أقصد البطيخة ذا، ماني عارف الخاتم ذا حق مين. فنعطيه الخاتم. أوه، لقيت الخاتم حقي، شكرا ومن هالكلام. فخلصنا المهمة تبعته. هو أغلى شيء عندي، يلا خذ هذه. أنا أتوقع أن الألماس اللي أعطاني إياها أغلى بكثير من الأول. إيه بالضبط، الألماس اللي أعطاني إياها أغلى بكثير من الخاتم. عموما خلوني أشوفكم في منطقة البايبات. خلونا نتوجه قدام. شوفوا طبعا ما راح اتدمج ابد بسبة قوة الذهب هذه. فخلونا نتوجه هنا الى نهاية المنطقة. ننزل زي ما تشوفون
بالحبل افضل عشان ما اطيح بالشكل ذا. ومين تتوقعون لقينا قدامنا؟ كاينن. خلونا نتكلم معه. كاينن، ايش تسوي هنا؟ كنت جالس ادور على كتاب الخنازير الشريرة، في شيء مزعجني. شيء مزعجك؟ وش هو؟ بخصوص اخر خنزير. حنا جالسين ندور على اخر خنزير شرير، هل عرفت اي شيء عنه؟ لا تنصدمون، لكن البوابة لاخر خنزير موجودة هنا، وراح تحتاجون هذه عشان تفتحون البوابة. فكاينن لقى آخر شنطة لآخر خنزير، كانت مخبأة في الطين كأن واحد حاطها بالعمد. هالشي يعتمد عليكم إذا تبغون تروحون أو لا، لكن أنا حاسب قوة غريبة جالسة تطلع من الغرفة هذه. في مصيبة راح تصير، جالس أحس بهالشي. لو في أشياء باقية لسه ما سويتها لا تستعجل أنك تدخل الغرفة هذه. لما تكون مستعد نفسيا أنك تخش تعال وكلمني، راح أكون مستنيك. فهذه آخر مهمة أن نصيد فيها آخر خنزير. فزي ما تشوفون البوابة الأخيرة راح تكون هنا، فحنا مستعدين. وزي ما قال لنا كاينن لما نخش البوابة هذه ما راح يكون في أي عودة، فلو كان في أي شيء المفروض نسويه لازم نسويه قبل نخش الغرفة. فحنا إلى هنا وصلنا الوقت كويس أتوقع أن نوقف، فخلكم مستعدين لآخر حلقة من تومبا 2. إن شاء الله لكم انبسطتوا واستمتعتوا، نشوفكم على خير قريب. استودعتكم الله، في أمان الله.